اهلا فيكم مشاهدينا، نتشرف جدا باستضافه يعني ان شاء الله واكيد غنيه بمعيه النائب السابق سعاده الدكتور احمد الشقران، وهو ايضا يعني ناشط ومتابعينه كثر بالمئات الالاف يعني ولا نغالي ان قلنا هذا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا، شرفتنا الله يسعدك. صدقا سالت ضيفي السابق في بدايه الحديث او حوارنا ما هو السر عوني مطيع، هل لديك إجابة اليوم؟ هذا الرجل الأخطبوطي هو السر ليس في عون المطيع بالفعل، يعني لازم نعرف إحنا في الأردن أنه دائما هناك من يريد أن يكسر القانون، دائما هناك من يريد أن يسرقنا، يسرق المال العام، يسرق حتى المال الخاص في الشركات الخاصة، ولكن مش دائما في حدا بيساعده من أهل البيت من الحكومة. السر السر في من وراء عون المطيع. عون المطيع فيه أمثاله كثر، وهنا الخطورة دائما. وأنا بتمنى أنه دائما نركز هون، مش مشكلتنا عون المطيع. عون المطيع ووليد الكردي وخالد شاهين والأسماء اللي أدينت فعلا. نتكلم عن أسماء أدينت، مش أسماء طبعاً لسه طبعاً مشتبه فيهم. هذول كثر راح يتوالدوا، لكن إحنا وين نركز؟ نركز على وين السر، وين الشبكة اللي متغلغلة في أجهزة الدولة وعمالها بتساعد عون المطيع، اللي ساعدت عون المطيع يعمل هذه المافيا الخيالية وأمام أعين كثير من الأجهزة وتظلها ساكتة، لأن أنا بقول لك في ناس وراء، وبالتالي السر هون. هذه الشبكة المخفية هي اللي لازم إحنا نسلط الضوء عليها ونكشفها للناس حتى ما يتكرر مافيا الدخان في مافيا الذهب بمافيا قصص أخرى من تهرب ضريبي بمئات الملايين. لا سعادتك كان عندك خبرة برلمانية سابقة، وبالتالي كنت تحت قبة هذا البرلمان وتعي تماما الضغوطات التزاوج الذي يكون في كثير من الأحيان ما بين رأس المال ويعني متنفذين أو يعني جهات رسمية مسؤولين. هل من وجهة نظرك وفهمت أيضا أنه هنالك أسماء كبيرة حيتان تقف وراء عون مطيع، يعني المعضلة ليست به، كيف هي الكولسات؟ يعني كيف تدار الأمور اليوم؟ كيف هو عقل الدولة في المتابعة والرقابة والإصرار الإرادة لجلب الفاسدين الكبار؟ لأنه الصغار المفسدين للأسف أنت بتشوفها بيطلع يعني يعمم عليهم ومشاكلهم بسيطة يعني في الحقيقة بسيطة. هذا الموضوع اللي بيخلينا أصلا نحكي فيه هو غياب السلطة الفعلية للحكومة وغياب المؤسسات الرقابية بمختلف أنواعها، سواء مجلس نواب ولا ديوان محاسبة ولا هيئة الأعيان، مش من هدفهم فعليا الرقابة. الرقابة بس هو احنا الجهات الرقابية تبدأ بمجلس النواب بديوان المحاسبة بالمواصفات والمقاييس مكافحة الفساد. هذه الهيئات لو يطلق لها اليد بتأدي شيء مختلف، وبتمنع أيديها وبتمنع هذه الكولسات اللي عم بتصير وهذا التزاوج اللي عم بتصير. لو تطلع على المشهد عون المطيع كحالة، برجع بقول ما نركزش على شخص عون المطيع طبعاً، ولكن كحالة هذا الشخص عنده ناس ساعدوه في الجمارك وناس ساعدوه في الضريبة وناس ساعدوه في أجهزة أمنية وناس ساعدوه في مجلس نواب. هؤلاء الأشخاص اللي في هذه الجهات هم اللي يجب ان يسالوا، وليس عون المطيع بروح قضيه جمركيه، بروح على راح على قضيه اقتصاديه محكمه امن الدوله، لكن مين وراه؟ وعلى فكره يعني عشان احنا ما نظلم الرزاز كثيرا، ضمن امكانياته حاول الرزاز ان يقدم شيء في هذا الملف، رغم ان هذا الملف انا برايي هو فوق رزازي، فوق طبعاً حكومي طبعا، وانا بعطي دليل واثبات على ذلك. هيئه مكافحه الفساد ترتبط برئيس الوزراء. عندما احيل الموضوع الى محكمه امن الدوله تم الطلب من هيئة مكافحة الفساد أنها ما تفتح الموضوع، تم الطلب بأنه منظورة أمام القضاء وأمام محكمة، وبالتالي ما بصير جهتين يحكوا في هذا الموضوع. لكن كان رد الرزاز بأنه لا، يا مكافحة الفساد لك مطلق الصلاحيات، ولأول مرة بتاريخ الأردن يتم استدعاء نواب حاليين، نواب في البرلمان تم التحقيق معهم. وقريبا جدا الأسبوع القادم ستسمعوا، أنت طلبتي من غيث آخر شيء خبر يفرح، هناك عمدة وهناك مسؤولين في الجمارك ومسؤولين في الضريبة سيحالوا إلى المحكمة خلال أيام من مكافحة الفساد. متأكد من المعلومة؟
المعلومه شبه ما هي بتكون قاب قوسين في ضغوط باي لحظه بالضبط بالضبط نعم. بلا ما اشوف القرار طلع لكن المعلومات المعلومات المؤكده بانه الذين تم استدعائهم لمكافحه الفساد غير مسبوقين، وزير سابق تم استدعائه، مدير عام جمارك سابق تم استدعائه، نواب حاليين تم استدعائهم، مدير ضريبه تم استدعائه للتحقيق ومكافحه الفساد اشتغلت بشكل كويس وموازي، لانه برجع بحكي ضمن امكانيات محكمه امن الدوله بتحكي باللي سرق، مكافحه الفساد بتحكي مين ساعد اللي سرق، الاستثمار الوظيفي مين، اللي ارتشى مين. متفقة معك، يعني أتأمل إنه بالفعل يعني نتفائل، ولكن حضرتك ذكرت ضمن إمكانياته وهذه الإمكانية، لأنه أنا بحكي بموضوعنا الأساس لا نستطيع أن نقيسها اليوم. المعلومة اللي طلعت امبارح واللي أنا نشرتها وأثارها سعادة هي معنا على الهاتف حزم مجالي، هذه معلومة نقلت مستوى الشكوك على فكرة من ليفل لليفل طبعاً آخر. طبعاً خلينا يعني نستمزج رأي سعادة النائب حازم المجالي. أهلا وسهلا بحضرتك، يعني فجرت قنبلة من العيار الثقيل يوم أمس. صباح الخير. صباح الورد. الله يخليك. أهلاً فيك. أنا بدي أوضح معلومة بالنسبة للدكتور، الله يصبحه بالخير. صباح الورد سعادتك. بوطنيته وما شاء الله عليه، أنا متابعه. نعم. إنه في نواب تم استدعائهم، لا في نواب راحوا بإرادتهم لمكافحة الفساد. نعم. أنا منهم، يعني عرفت كيف؟ لأنه أدلينا بشهادتنا وأدلينا بالمعلومات اللي بنعرفها. ومكافحة الفساد فعلا يعني في مهنية عالية في جمع المعلومات. نعم. طب ما هي معلومات سعادتك اليوم اللي بإمكانك بالفعل أنك تمررنا إياها عبر شاشة الأردن اليوم، بما أنه حضرتك ذهبت طوعا يعني وأدليت بما لديك؟ نعم نعم، وأنا يعني حتى مبارح المعلومة اللي أخذتها بالنسبة لجواز السفر اللي في 2008، مبارح كنت عند محكمة أمن الدولي كمان أعطيتهم المعلومة، لأنه المعلومة أخذوها على محمل الجد. طبعا في 2008 الرجل بيعمل جواز سفر بضيف اسم العائلة أحمد، وهلا المذكرة اللي راحت للإنتربول باسم عيسى. نعم. هلا حتى لو يعني ألغى جواز سفر لا أحمد، وفي 2010 مطلع جواز سفر هيك علمت إنه باسم عيسى، شو الهدف من تغيير الاسم في الفترة هذه؟ نعم بس كيف يعني أنا تفضل بقى اللي بنتساءل فيه دائما، كيف تفسر هذا تحديدا؟ يعني ونحن نعلم يعني يعني لا يستطيع اي شخص اليوم ان يتلاعب باي وثيقه الاصل يعني اردنيا. يا سيدي يعني احنا هذا اللي بدنا نعرفه، ليش مثلا ليش غير اسمه لاحمد؟ يعني امبارح انا اطلعت على وثيقه ملكيه له في نفس الوقت، يعني ملكيه عوني مطيع، عوني يوسف مطيع عيسى. نعم. بملك سيارة، وعوني مطيع عوني يوسف مطيع أحمد بملك سيارة. نعم. نعم. يعني في الموضوع إنه الرجل هذا متابع، والرجل طلبوا للإنتربول، والرجل يثبت إنه يعني متغلغل، أنا حكيت في مفاصل الدولة يعني. نعم. ناس في متفائل سعادتك مثل الدكتور أحمد إنه قد يعني إن شاء الله نسمع أخبار مفرحة تقنع اليوم عقل الأردني إنه وراء عوني مطيع قد يكون شبكة ومافيا وأسماء متنفذة كبيرة؟ لا هو إله 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 علاقات، يعني إله علاقات، يعني في وزراء حاليين سهلوا لي مهمة، في وزراء سابقين كانوا رفضوا انهم يتعاونوا معاه، في ناس في مدراء عامين بيشتغلوا معاه، في موظفين صغار موجودين له. يعني مثلا في وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات من السهل انه يسجل اسماء ما بتعرف، يعني في اسماء تفاجأ انه متوفين. نعم. في اسماء انه موجود عليهم ضرائب، ترتب عليهم ضرائب شغلهم بسيط، يعني نعم. اللي لحام اللي وضعه المادي تعبان مزبوط. وتفاجئ انه عليه مترتب ضريبه 12 مليون، كيف هذول القضيه بالفعل يعني ليست مركبه جدا، ليست بالسهله، بحاجه للكثير من الاراده بدايه وايضا الخبره الفنيه. احنا 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 متفائلين، بس في نفس ان شاء الله انه يعني المواطن لا يستعجل انه
انه بده النتائج تكون سريعه، خليهم يشتغلوا. سعاده النائب حازم المجالي، شرفتنا اليوم، نتمنى ايضا ان يعني تشرفنا على طاوله الحوار هنا. بدي ارجع لحضرتك دكتور احمد، اذا المواطن لا يجب ان يستعجل، ولكن المواطن اليوم يعني وخاصه من خلال كل الامور التي لها علاقه بتضييق الخناق عليه مستعجل، اكيد مستعجل، لانه لو يرجعوا جزء من هذه القضيه بصراحة بتحل مشاكل كبيره. القصه مش انه المواطن ما يستعجل، على الحكومه الا تتاخر، على الجهات الرقابيه الا تتاخر. عوني مطيع بيمارس شغله الغير قانوني من 2004 الى هلا، يعني بتحكي عن 14 سنه، هذا في كتاب محكمه امن الدولي الموجه للانتربول. عوني مطيع لما ضبط مصانعه اللي بتشتغل بشكل غير قانوني في المنطقه الحره، نتكلم عن 2014 أربع، كيف واحد مطلوب منه 155 مليون ما عليه منع سفر؟ ما بعرف، وكيف سافر قبل بلا؟ لا هلا خلينا على باين، أولا مين مزبوط. ما هذا نفس اللي تكرر مع وليد الكردي، وليد الكردي في قضية الفوسفات، أنا لما زرت سميح باشا بينو اللي حكى لي إحنا أن أربع شهور والملفات جاهزة والقضية بتروح على المحكمة وجاهزة وإدانته وكل شيء. طيب ما دام عندك هاي المعلومات كيف سافر بعد هذا الكلام؟ بعد هذا اللقاء انا استدعيت وليد كردي، لانه طب كيف وين منع السفر؟ انت اللي يعني انت مسؤول، انت كمدير مكافحه فساد بتحقق بموضوع وواحد عليه مئات الملايين باعترافك وما حطيت عليه اشاره منع سفر، فانت مسؤول عن تهريبه. في يد طوله هلا نفس الشيء يعني في كل هذه الملفات. بالتاكيد لا هلا بموضوع الفوسفات سابقا وبهذا الموضوع في شبكه خفيه، وعلى فكره يعني لما نقول شبكه خفيه يعني 100% نفسها هون المقتل، وهذا اللي بدات في حديثي هي الشبكه نفسها، ترى تبعت خالد شاهين تبعت وليد الكردي، هذه هي خلينا نقول جرميه الفساد. هذه اللي لازم احنا نعريها حتى لو فيها ضباط في اجهزتنا اللي بنقدسها الاجهزه الامنيه. على فكره لما اقول انا في ضابط في جهاز امني خبره انه انت فكره في مداهمه وسافر او خلاه يسافر، او انا ما فكر على فكره ما بسيء للاجهزه الامنيه ولا لاجهزه الامن العام ولا اجهزه الدار طبعا، انا بالعكس انا بدي اطهر وبدي اعري اي فاسد. على فكره ما كلنا بشر وكنا اذا تعرضنا لمغريات ممكن نضعف، يضعف الشخص ما عندي مشكله، بس انا بدي الجهاز يبقى بقدسيته. مين بيقتنع يعني النائب؟ حتى النائب هلا في مداهمه بكره انا بعرف كنائب؟ لا بالتاكيد لا، المفروض لا. موظف الجمارك بعرف؟ مفروض لا. وفعلا ما بعرف، اللي بعرف حدا بجهاز امني اللي قال له تفضل اطلع. بس يعني ما يعني ما تقوله خطير جدا. انا بعرف وخاصة انه خطير، انه من الخطوط الحمر يعني اليوم حتى لا. نحن بالاعلام انت بتعرف اكثر مني، يعني في عندنا خطوط حمر، في تابوهات، يعني نستطيع احيانا ان نتجاوز جزء منها بالمعلومه والمصدر، والله ولكن يعني لا يخلو الوضع من الكثير من التضييق علينا. انا ما بعرف اجهزه الدوله اليوم تابو، انا ما بعرف شو مقصود بالخطوط الحمر. يعني انا اذا قلت انه في ضابط مخابرات مثلا فاسد هذا خط احمر، ما هو انحكم اثنين من ضباط من رؤساء المخابرات وهيهم في السجن مثلا. يعني وين السر؟ مش سر انه ممكن يكون في ضابط فاسد. نعم يعني واذا ما وصلنا لهذه المراحل بانه احنا نلاحق الفاسدين اينما كانوا في اجهزه الدوله، وضلنا نقول هذا الجهاز ما تقربوا له، امن العام ما تحكي في ضابط امن. بس هل من خوف اليوم انه يكون في يعني اكباش فداء؟ يعني حتى مثلا حتى باجهزه الدوله قد يعني كل الموضوع يلصق بصغار هذا هذا الى حد كبير راح يصير. يعني هذا احنا سالت اذا انت احنا متفائلين، متفائلين انه في اسماء تم التحقيق معها هذا سابقه، هاي واحد على هذا المستوى، هاي ساعات تؤكد انه في مدراء عامين وفي ناس رايحين طبعا وفي ناس راح يطوعوا كشهاده، بس في ناس استدعوا، مدير عام استدعي، وزير حالي استدعي، وزير سابق استدعي، هذه سابقه في هيئه مكافحه الفساد عمرهم ما عملوا هذا المستوى. مع انه العلاف يعني ومن فتره ليست ببعيده صرح انه في كثير من الاحيان يتم الطلب من الهيئه انه تكتم على قضايا كبيره بالفساد. صحيح، ولكن قبل قد يكون دكتور رزاز. نعم هذا ما ولا عمره احنا سمعنا صح. انه رئيس هيئه مكافحه الفساد لا وهذا التصريح لإله يطلع يعني. يطلع هلا طلع قبل اسبوعين لما قال عوني مطيع هرب بمساعده مسؤول. لا. هذا جديد علينا هذا اللي بحكي لانه هذا تحت سلطه الرزاز. انا مش بدافع عن الرزاز على فكرة. لا فاهمه انا بعرف يعني النيه موجوده بس اسمحوا له. احنا كاردنيين يعني كشخص من بيت مثل بيت مؤنس ومنيف طبعا كشخص كواليفايد في امريكا وعاد عنده قطاع ثقافه وسياسه شو بدي احسن منك رئيس وزراء ككاركتر يعني لا انا شخصيه وانسانيه بصراحه وبالتالي لازم نعطيه
مش أطلب فرصة أطلقوا إيديه. بالتأكيد بالتأكيد. طيب هلا بس يعني في ختام حديثنا لازم تمرر لي معلومة أنت متأكد منها، يعني لازم تعطيني سبق لأنه إحنا هي يعني تقريبا لا ما لا الحكيته كله أصلا لا 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 بدي أسمع إذا أنت متأكد لا منها. الأسماء أنه في اصحاب معالي تم الحجز التحفظي على اسماء. لا ما بنكتب اسماء بنروح باخذنا على الجرائم الالكترونيه مع التعديلات بس بالتاكيد في وزير ماليه سابق متورط يعني وشكله راح يروح على المحكمه قريبا، في مدير عام ممكن كمان يروح على المحكمه ومن اجهزه الدوله الاجهزه الامنيه بطبيعي ما حدا حقق معهم ولا في يعني ولا يمكن بس اكيد في حدا يعني اللي صار وخاصه بعد قضيه جواز السفر بس هذه نقلت مستوى الشك من انك تشك بموظف ضريبه ولا موظف جمارك لحدا بالاحوال المدنيه واحنا عارفين مين بيسيطر على الاحوال المدنيه وبالتالي في مين بيسيطر على الاحوال المدنيه في جهات امنيه مين بيسيطر على الاحوال المدنيه ليش في جهه امنيه ساعدت الزلمه يطلع جوازات يعني هويه شيء والرخصه شيء وجواز سفر شيء وهذا شيء غير مسبوق رح تكشف الايام وثائق اخرى اضافيه هلا وشطاره الشباب شطاره الشباب يعني عايزه عن شكرك بتشرفنا يعني بالعكس. اتمنى بالفعل انه يكون في المزيد من الاطلالات يعني من خلال لا احنا ما بنقص شيء بالعكس احنا نطمح بالمزيد دائما شكرا دكتور احمد الشقران سعاده النائب السابق اهلا وسهلا بحضرتك شكرا جزيلا ونهايه اسبوع سعيده يا رب